نتواجد داخل المستشفى الأهلي العربي المعمداني. قبل قليل قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف مربع سكني بالكامل في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، تحديدا في محيط مسجد السوسي. وفق المصادر الطبية التي أكدت للغد وصول عدد من الشهداء، شهيد واحد على الأقل حتى هذه اللحظة، وعشرات الإصابات جلهم من الأطفال والنساء. تم نقل عدة إصابات صنفت منها خطيرة، طبعا الإصابات اللي هي عبارة عن نساء وأطفال. ما زال هناك شهداء تحت الأنقاض المنازل المستهدفة في المكان نفسه. استهدافات إسرائيلية متواصلة على مدينة غزة، كان آخرها في منطقة الشعث حيث قامت الطائرات الحربية باستهداف مصنعا للخياطة بثلاثة صواريخ متتالية. هذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء. طلعت أجري لقيت اللي هو ضربين مصنع خياطة، في ناس بيشتغلوا قاعدين في قلب المصنع، وأغلبيتهم كلهم أغلبية يعني شهداء كتير، يمكن فوق العشرة كمان والله أعلم. هاي حتى الآن يعني الشهداء غير الإصابات، عشرات الإصابات بينهم حرجة وشهيد كان في المكان الذي تم استهدافه في مخيم الشاطئ. تامر دلول، قناة الغد، غزة.